بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. وصلنا إلى قول الله تعالى، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه بأني مسني الشيطان بنصب، أي بضر وعذاب، أي ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان. وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى، لأن الشر لا ينسب إليه والخير كله بيديه. وقيل له اركض، أي أضرب برجلك الأرض، فضرب فنبعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل، ماء تغتسل به بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب عليه السلام، فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم، أي أحيا الله تعالى له من مات من أولاده، ورزقه مثلهم رحمة نعمة منا، وذكرى أي عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وقال تعالى، وخذ بيدك ضغثا، أي حزمة من حشيش أو قضبان، فاضرب به زوجتك. وكان قد حلف ليضربنها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة. إنا وجدناه صابرا، نعم العبد، أي أيوب عليه السلام، إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. اللهم إنا تبنا إليك. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوى في العبادة والأبصار، أي البصائر في الدين، وهي قراءة، وفي قراءة عبدنا، واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وفي قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له، وما بعده عطف على عبدنا، أو يقال على الحكاية عطف على عبدنا. إنا أخلصناهم بخالصة، هي ذكرى الدار، أي ذكرى الآخرة، أي ذكرها والعمل لها والاستعداد للوصول إليها. وفي قراءة بالإضافة، وهي للبيان، وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار، جمع خير بالتجديد. واذكر إسماعيل واليسع، هو نبي، واللام زائدة، وذا الكفل اختلف في نبوته، قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل، وكل أي كلهم، وكل أي كلهم من الأخيار. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل، هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا. وإن للمتقين الشاملين لهم
لحسن مآب أي مرجع في الآخرة، جنات عدن بدل أو عطف بيان، لحسن مآب مفتحة لهم الأبواب منها، متكئين فيها على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أي حابسات العين على أزواجهن أتراب أسنانهن واحدة، وهن بنات 33 سنة جمع ترب. هذا المذكور ما يوعدون بالغيبة وبالخطاب التفاتا ليوم الحساب أي لأجله، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي انقطاع، والجملة حال من رزقنا أو خبر ثان لإن أي دائما أو دائم. هذا المذكور للمؤمنين، وإن للطاغين مستأنف لشر مآب، جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد أي الفراش. هذا أي العذاب المفهوم مما بعده، فليذوقوه حميم أي ماء حار محرق وغساق بالتخفيف والتشديد، وغساق بالتخفيف وغساق بالتشديد ما يسيل من صديد أهل النار. وأخر بالجمع والإفراد، وآخر من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق، أزواج أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة، ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم. هذا فوج أي جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبوعون لا مرحبا بهم أي لا سعة عليهم، أي لا سعة عليهم إنهم صالوا النار. قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه أي الكفر لنا فبئس القرار، لنا ولكم النار. قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا، فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابه على كفره في النار. وقالوا أي كفار مكة وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار، اتخذناهم سخريا بضم السين وسخريا وكسرها، كنا نسخر بهم في الدنيا، والياء للنسب أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان، إن ذلك لحق أي واجب وقوعه. تخاصم أهل النار كما تقدم، قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر أي مخوف بالنار، وما من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب على أمره الغفار لأوليائه، قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وهو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أي الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم عليه السلام حين قال الله إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخره، إن بمعنى ما يوحى إلي إلا أنما أنا أي أني نذير مبين بين الإنذار. أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين
هو سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإذا سويته أي أتممته ونفخت أجريت فيه من روحي فصار حيا، وإضافة الروح إليه تشريف لآدم. والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، فقعوا له ساجدين أي سجود تحية بالانحناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فيه تأكيدان، إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين. في علم الله تعالى قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. أستكبرت الآن عن السجود، وهو استفهام توبيخ، أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها أي من الجنة، وقيل من السماوات، فإنك رجيم أي مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين أي يوم الجزاء. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقت النفخة الأولى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. قال: فالحق والحق أقول، بنصبهما ورفع الأول ونصب الثاني. قال: فالحق والحق أقول، قال: فالحق والحق أقول، بنصبهما رفع الأول ونصب الثاني، فنصبه بالفعل بعد، ونصب الأول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم، ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، والجواب القسم، لأملأن جهنم منك أي بذريتك وممن تبعك منهم أي من الناس أجمعين. قل: ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجر أي جعل، وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي، إن هو أي ما القرآن إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن دون الملائكة، ولتعلمن يا كفار مكة نبأه أي خبر صدقه بعد حين أي يوم القيامة. وعلم بمعنى عرف، واللام قبلها لام قسم مقدر أي والله. سورة الزمر مكية إلا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية فمدنية، وهي أي الزمر 75 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب أي القرآن مبتدأ من الله، خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق، متعلق بأنزل، فاعبد الله مخلصا له الدين من الشرك أي موحدا له، ألا لله الدين الخالص أي لا يستحقه غيره. والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء وهم كفار مكة قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربا،
مصدر بمعنى تقريبا، إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين، فيدخل المؤمنين الجنة، فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار، إن الله لا يهدي من هو كاذب في نسبة الولد إلى الله، من هو كاذب كفار بعبادته غير الله عز وجل. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء واتخذه ولدا، غير من قالوا الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله سبحانه وتعالى، تنزيها له عن اتخاذ الولد، هو الله الواحد القهار لخلقه. خلق السماوات والأرض متعلق بخلق، يكور بمعنى يدخل الليل على النهار فيزيد، ويكور النهار يدخله في الليل فيزيد، وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلكه لأجل مسمى ليوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب على أمره المنتقم من أعدائه الغفار لأوليائه. خلقكم من نفس واحدة أي آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها أي حواء، وأنزل لكم من الأنعام أي الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز 8 أزواج من كل زوجان ذكر وأنثى، كما بين تعالى في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي نطفا ثم علقا ثم مضغا في ظلمات 3، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره جل ربنا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن أراده من بعضهم، وإن تشكروا الله فتؤمنه يرضه بسكون الهام يرضه وضمها مع إشباعه ودونه أي الشكر لكم، ولا تزر وازرة وزر نفس أخرى أي لا تحمله، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذا مس الإنسان أي الكافر ضر دعا ربه منيبا إليه أي راجعا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه أعطاه إنعاما منه نسي أي ترك ما كان يدعو أي يتضرع إليه من قبل وهو الله تعالى، فما في موضع من، وجعل لله أندادا أي شركاء ليضل بفتح الياء وضمها ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا أي بقية أجلك إنك من أصحاب النار، أمن بتخفيف الميم أمن بتخفيف الميم، أمن هو قانت قائم بوظائف الطاعات آناء الليل أي ساعاته ساجدا وقائما في الصلاة، يحذر الآخرة أي يخاف عذابها ويرجو رحمة أي جنة ربه كمن هو عاصم بالكفر أو غيره، وفي قراءة أمن بمعنى بل والهمزة بمعنى بل والهمزة، قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
أي لا يستويان كما لا يستوي العالم والجاهل، إنما يتذكر أي يتعظ أولو الألباب أي أصحاب العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، أي عذابه بأن تطيعوه. للذين أحسنوا في هذه الدار في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة، وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات. إنما يوفى الصابرون على الطاعة وما يبتلون به أجرهم بغير حساب، أي بغير مكيال ولا ميزان. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك، وأمرت لأن أي بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك، فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي غيره. فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة. لو آمنوا إلا ذلك هو ألا ذلك هو الخسران المبين، أي البين الواضح. لهم من فوقهم ظلل طباق من النار، ومن تحتهم ظلل من النار، ذلك يخوف الله به عباده، أي المؤمنين ليتقوه. يدل عليه قوله تعالى يا عبادي فاتقوني، والذين اجتنبوا الطاغوت أي الأوثان أن يعبدوها وأنابوا أي أقبلوا إلى الله، لهم البشرى بالجنة. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وهو ما فيه فلاحهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول. أفمن حق عليه كلمة العذاب هي لأملأن جهنم الآية، أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت تنقذ أي تخرج من في النار. جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر والهمزة للإنكار، والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار، لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية. وعد الله منصوب بفعله المقدر، لا يخلف الله الميعاد أي وعده. ألم ترى أي تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، أي أدخله أمكنة نبع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج أي ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا، ثم يجعله حطاما أي فتاتا. إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب الذين يتذكرون به، لدلالته على وحدانية الله تعالى وقدرته. أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه، كمن طبع على قلبه، دل على هذا فويل كلمة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي عن قبول القرآن، أولئك في ضلال مبين
أي بين، الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا، بدل من أحسن أي قرآنا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره. مثانية ثني فيه الوعد والوعيد وغيرهما، تقشعر منه أي ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين أي تطمئن، ثم تلين أي تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي عند ذكر وعده، ذلك أي الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد، أفمن يتقي أي يلقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي أشده بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمن منه بدخول الجنة. وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاءه، كذب الذين من قبلهم أي رسلهم في إتيان العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم، فأذاقهم الله الخزي أي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا أي المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا. ولقد ضربنا أي جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون أي يتعظون، قرآنا عربيا حال مؤكدة غير ذي عوج أي لبس واختلاف، لعلهم يتقون أي الكفر. ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثلا فيه شركاء متشاكسون أي متنازعون، سيئة أخلاقهم، ورجلا سالما خالصا لرجل، هل يستويان مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد، فإن الأول إذا طلب منه كل من مالكه خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منهم، وهذا مثل للمشرك، والثاني مثل للموحد. الحمد لله وحده، بل أكثرهم من أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون. إنك خطاب لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون أي ستموت ويموتون، فلا شماتة بالموت نزلت لما استبطأوا موته صلى الله عليه وسلم. ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك والولد إليه وكذب بالصدق أي بالقرآن إذ جاء، أليس في جهنم مثوى أي مأوى للكافرين؟ بلى، والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أي هم المؤمنون، فالذي بمعنى الذين أولئك هم المتقون أي الشرك، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أي أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن.
أليس الله بكاف عبده؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. بلى. ويخوفونك، أي الخطاب له بالذين من دونه، أي الأصنام، أن تقتله أو تخبله. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه؟ بلى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.